يقول السائل: عندي مجموعة من النخل في الاستراحة وأقوم بالتصدق بنصف الثمر، هل هذا فيه زكاة؟ إذا بدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة، وجبت الزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام. فإذا نويت بهذا النصف أنه داخلة فيها الزكاة، هذا النصف اللي تصدقت به نويت أنه داخلة فيه الزكاة، الأعمال بالنيات يكون هذا الزكاة، ومعه زيادة صدقة تطوع أي خالف، لابد من النية، فيكون زكاة ومعه زيادة صدقة تطوع. أما إذا لم تنوي فلا بد من إخراج الزكاة، الأعمال بالنيات. نعم.